مرحبا بكم، سنعرض لكم اليوم في هذا المقطع مجموعة من الفنانين ولكن من نوع مختلف. فهؤلاء الفنانون فنانو شوارع، أي أنهم يخرجون مواهبهم للمرة في الشوارع. سنشاهد معا وستتأكد من ذلك بنفسك، تابع معنا. واحد، إذا كنت تمر في الشارع ورأيت سيارة تتحول إلى رجل آلي فستظن أنهم يصورون فيلما للآليين كفيلم ترانسفورميرور، ولكن هذا الشخص المبدع استطاع أن يجذب الناس إليه بهذه الحيلة الرائعة. اثنان، جميعنا يرى أشخاصا يرقصون في الشوارع لجمع المال، ولكن من الصعب أن نرى أحدا يرقص بهذه المهارة والثقة، فهذا الثنائي بارع تماما لدرجة كبيرة، وربما أكثر ممن يظهرون على التلفاز أو في برامج الرقص التي نتابعها. ثلاثة، إذا كنت تمر في الشارع وسمعت هذه الموسيقى فلن يخطر ببالك أنها تصدر من دلوين بلاستيكي، فهذا الفنان يحسن استخدام العصا الممسكة بها ويصدر هذه الأصوات التي عادة ما تصدر من آلات باهظة الثمن. أربعة، جميعنا يعرف أن عزف البيانو يكون باليدين، ولكن لجذب الناس وكسب الكثير من المال يجب فعل شيء مختلف، فهذا الرجل يعزف على البيانو بمجموعة من الكرات وكأنه ساحر وليس عازف بيانو. خمسة، هذا المبدع قرر ألا يرقص وحده في الشارع، فقام بتثبيت دميتين بالعصا الخشبية، واحدة خلفه والثانية أمامه، مما جعل الناس يلتفون حوله. إنها فكرة جديدة ومسلية. ستة، أما هذا فقرر أن يعزف على شيء جديد لم يعزف عليه من قبل، فقام بالعزف على الكؤوس، والعزف منظم ونغماته رائعة وغير عشوائي. سبعة، أما ذلك الشخص فقرر ألا يعزف بنفسه وأن يستعين بدمية صغيرة يحركها وتقوم بالعزف بدلا منه، ولكنه في الأصل هو عازف جيد حتى يتمكن من أن ينقل عزفه وحركاته إلى هذه الدمية. ثمانية، ننتقل من العزف إلى الخدع التي تحتاج إلى ثبات ورشاقة. هؤلاء المؤدون يتمتعون برشاقة عالية وطيلة بال وصبر جميل، فيظلون في هذه الوضعية لمدة طويلة لكي يجذبوا المارة. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.